كنت أتمنى أن نشاهد نصر الحريري وباقي التيار الإخواني وأمراء الحرب في محاكم العدل الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق الإنسان في عفرين. منذ أقل من أسبوع تقريبا نصر الحريري كان برفقة أبو عمشي يدشن حجر الأساس لمشروع مشفى، كانت محاولة لتجميل الوجه الإخواني القبيح. ويعني في الوقت الذي باتت الحاضنة الشعبية يعني لما يسمى المناطق المحررة تتبرأ من نماذج نصر الحريري، من المؤسف أن نشاهد أن البيت الكردي يفتح أبوابه على مصراعي لاستقبال واحتضان هكذا شخصيات وهكذا نماذج مجرمة. التساؤل هو ما هي القيمة المضافة التي يضيفها هذه الزيارة لأجندة الحوار الكردي. الواضح أن طرفاء الصراع الكردي غير جادان بمبادرة وخطوات الحوار الكردي. بصراحة نحن انصدمنا كتير، لأنه قبل هاي فترة قليلة كان نصر الحريري، مراقب نصر الحريري كان موجود بعفرين ومع قاتل الفصائل اللي احتلوا عفرين واللي تاجروا بدم عفرين وأهل عفرين. يعني الصراحة كانت زيارة مفاجئة، ما كنا متوقعين إنه مثل هالشخص يدوس تراب كردستان مثلا. وللأسف يعني شيء مفجع. كنا متوقعين إنه العالم الطالب تقول وين حق أهل عفرين ودم أهل عفرين، يقوم يستقبلوه بكل هال، تعتبره كأنه وفد كبير، وفد مين، أين دولة والله جاي عم بيستقبلوه. هن بيروحوا قبل بأسبوع بعشرة أيام بيكونوا بعفرين ومع جماعات قتلت أهل عفرين ونهبت أهل عفرين.